أهلا بحضراتكم في كل مكان في تغطية خاصة. أيام قليلة وتبدأ الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني. بالتأكيد السؤال الأبرز والأهم خلال الفترة الماضية كان عن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أكتر شخص كانت حياته مهددة على وجه الأرض، يقود بلاده في حرب في مواجهة قوة عظمى وضخمة. عايش إزاي خلال الفترة الماضية؟ ده كان السؤال الأبرز والأهم واللي وضحت تفاصيله المحررة السياسية كارولين ويلر الصحفية في جريدة The Times البريطانية. حين هي راحت زارت الرئيس الأوكراني وكتبت تقرير مدهش بيوضح لنا كل التفاصيل الخاصة إزاي كان عايش خلال الفترة اللي فاتت هو وأفراد حكومته. بتقول الكاتبة إن الشيء المدهش لما دخلت مقر الحكومة الأوكرانية هو مدى الظلام في الداخل، بيتم إغلاق كل الستائر وإطفاء كل الأنوار لتقليل خطر استهداف المبنى بالهجمات الجوية أو القناصة. المحررة كمان بتقول إن هي ما كانتش تقريبا شايفة قدميها على طول الممرات الواسعة، وكمان حول المبنى في نقاط تفتيش كثيرة جدا في كل مكان، وكمان الجنود بيطلبوا من المشاة كلمات مرورية سرية بتتغير يوميا، وفي الغالب هي عبارة عن كلمات لا معنى لها ويصعب على الروس نطقها. كمان أكدت أنه بالداخل أنه كل النوافذ والأبواب يعني كانت محجوبة بأكياس الرمل، لأن طبعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي تعرض منذ بداية الحرب لمحاولات اغتيال عديدة. طبعا كلنا عارفين وفاكرين 3 محاولات اغتيال يعني حدثت في أسبوع واحد في شهر مارس من العام الماضي. كمان بتقول الكاتبة إن العام الماضي كان بمثابة اختبار لتحمل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وكمان مسؤولية الأشخاص اللي بيشتغلوا معه لمدة 18 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع. غالبا كانوا بيناموا في مكاتبهم، كانوا بيناموا في المكاتب المظلمة، وكمان يعني بالكاد كانوا لا يرون عائلتهم. الكاتبة بتقول إن أحد أفراد الحكومة قال إن الحياة كانت صعبة جدا، يعني على لسان أحد الأشخاص من أفراد حكومة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بيقول أنت لا ترى الشمس ولا تعرف حتى الوقت. كل الموجودين في المكان متعهدين بعدم إفشاء أي معلومات حول تصميم المبنى أو موقعه أو وسائل الراحة، كمان لم يسمح لهم حتى بالتحدث عن الطعام. كل دي معلومات مش مسموح لحد إن هو يتكلم عنها. زي ما احنا شايفين الصور يعني بنعرضها مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة. كمان في بعض من الأوقات في أوائل الحرب لما كانت القوات الروسية بتقترب من أوكرانيا، يعني عاش الفريق الرئاسي وقت كان عصيب جدا الحقيقة. يعني قام الحراس داخل مقر الحكومة بإطفاء كل الأنوار مع اندلاع المعارك، وطبعا زي ما قلت لكم ده لتقليل خطر الاستهداف، وكمان خلينا نقول ان هم كانوا بيقدموا سترات واقيه من الرصاص وبنادق هجوميه الى الرئيس الاوكراني والعشره طبعا من مساعديه. وكانت اللحظه الاهم وكانت اللحظه الحاسمه لما خرج الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي وكمان كبار مستشاريه، خرجوا لفترة وجيزة جدا من مخبأهم تحت الأرض. ده كان في الليلة الثانية من الهجوم، بينما كانت القوات الأوكرانية بتقاتل الروس في الشوارع القريبة، هم خرجوا الرئيس الأوكراني وكبار مستشاريه لتسجيل خطاب مدته 40 ثانية. سجلوا الخطاب الشهير والفيديو الشهير اللي كان مدته 40 ثانية كلنا فاكرينه، كان العام الماضي، وكان كمان على هاتف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، كان ردا الحقيقة على الادعاء بأنه غادر البلاد، وقال في الفيديو قال نحن جميعا هنا، نحن في كييف ندافع عن أوكرانيا. طبعا هذا الفيديو الشهير وتفاصيل كثيرة جدا الحقيقة عن الحرب الروسية الأوكرانية زي ما قلت لحضراتكم أيام قليلة وتبدأ الحرب عامها الثاني. اللي هنا نكون وصلنا معكم لنهاية هذه التغطية، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.